أطلقت مؤسسة حياة كريمة في بني سويف مبادرة أنت الحياة بقرية طنسة بمركز بيبا، وذلك لتقديم خدمات طبية وأنشطة توعوية وثقافية ورياضية وترفيهية للمواطنين بمختلف الفئات العمرية. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة لتحسين جودة الحياة في القرى والريف وبناء الإنسان المصري. نزلنا المجتمع على مركز الشباب عشان نشوف ايه الخدمه اللي احنا نقدر نقدمها للمستفيدين، وايه اللي احنا نقدر نجيبه من تخصصات، من ادويه، من عمليات اللي هتبدا نقدمها. موجود معانا 6 تخصصات اساسيه، من اللي هو عياده العظام، عياده البطن، عياده الرمد، عياده الجراحه، عياده الاسنان، عياده الاطفال. بنقدر ان احنا بعد ما بنخلص الكشوفات الحمد لله ان احنا نشوف اللي محتاج اي تدخلات سواء في الجراحه او في الرمد او في العظام، ان احنا نقدر نوجهه للعمليات سواء في المستشفيات الحكوميه من خلال نفقه الدوله او المستشفيات الخاصه من خلال مؤسسات اخرى على تواصل معها للحالات اللي محتاج ان احنا نقدر نوديهم. حاجه جميله جدا، والناس ما تاخرش عننا في اي حاجه، والدكاتره قايمين باللازم، واحنا نشكر الجميع على انهم موجود حد عندنا وقايمين بكل الدنيا، وكلها الدنيا كلها كويسه، ونشكر تحالف الوطن. انا جيت القافله كشفت البنت ابني، وبنجيب لها لبن بنشتريه، وابني راجل على الله، وجيت الكفلة دي يا ربي تيجي على طول، أعطاني اللبن والحمد لله.